الحل السلمي كالآتي عزيزي، الحل السلمي جزء منه كبير بيد السيد الصدر، حتى وإن كان أكو ضغط من الجانب الإيراني عليه. لا يقول ما أكو ضغط إيراني، لا أكو ضغط إيراني وأكو تهديد بالقتل وأكو سيارات محضرين فيها سيدنا، وإحنا نعرف ومن سنة زمان أنا حاجية، والإيرانيين خطرين اللي يوصلون يضربوا لهم واحد بنيويورك ومحمي وجنسيته بريطانية ويضربوه، هسه فاسق كافر منا علاقة به، لكن هاي دول بها قوانين، ويريد يقتلون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ووزير الخارجية السابق. فمو صعب عليك انت بنص العراق وبالنجف ودائما ما يوصلوا لك، لا سيدنا يوصلوا لك، بس الايرانيين اذكياء ما يريدون يسووها وياك هسه، يردون يضعفوك ويسقطوك بعين الجماهير. وانتبه لهذا، هاي وحده. الاطار ما ظل عنده شيء، الاطار اخذ مني مالات الصدر 15 وعلى اساس يجيب له حكومه يشكلها ويسوق على الصدرين بعدين، لعبه انتقاميه مال تفكير مال ساتجين زين، هم ما ظل عنده شيء، شافها صعبه. الان الحل جزء كبير بيد الصدر، أن يحسم المسألة باتجاه الآتي. أما أن ينسحب ويترك البرلمان ينعقد ويظل يتظاهر وما أدري شو يسوي ويضغط عليهم إذا سووا انتخابات مبكرة، أو يبقى لكن يتحرك بإسقاط هذا النظام كما ذكرت لك، بأن يقوده بشكل عسكري. طيب، آلية إسقاط النظام. نعم. عسكر حبيبي، عسكر. انقلاب عسكري، ما معقول هذا. انقلاب عسكري. هو انقلاب حصل. أستاذ نجم، الانقلاب حصل. هسه نسميه انقلاب أبيض. هسه هذا انقلاب أبيض. لكن أنت تقول من خلال شخصية عسكرية، يعني جيب الدبابة وجيب المدرعة وجيب البيكي. لا شلون؟ لا لا ما أقصد هذا. هو السيد الصدر الآن يمتلك الحيز الأكبر على السلطة التشريعية. يأتي بضابط عسكري يعلن حالة طوارئ هذا الضابط، ويأتون بموظف مدني بعنوان رئيس وزراء. يقول له تعال ديرها 6 أشهر سنة. حكومة طوارئ لو انقاذ. نعم حكومة طوارئ، لكن الملف الأمني يكون بها الشخصية عسكرية وطنية محترمة. الملف الأمني، واللي طلع سلاحه واللي يشيل إيده سرايا ميليشيا معروف إيش كل جوا بالسجن. لكن هذا لا تعتقد، ألا تعتقد أنه خطوة من هذا النوع تحتاج إلى قرار دولي؟ القرار الدولي هذا أقول لك راح يكون وياه، لأنه هو ما راح يسوي انقلاب عسكري، لأنه هو سوى الانقلاب أصلا عزيز. اسمح مني. أيه. الآن أكو مقارنة تصير بأمريكا بالتحديد، مقارنة على مستوى عالي بين ما سواه السيد الصدر وبين ما سواه أنصار ترامب عندما دخلوا للمجلس النواب الأمريكي، تتذكر هاي القصة؟ أيه. يقارنون بين القصتين. نعم، هاي المقارنة لها فهم عميق، تعرف كيف؟ أي أنه هم ما رافضي هالخطوة بس يردون يكملوها. أنصاف الثورات، أنصاف الانقلابات انتحار عزيزي، لذلك يجب أن تكمل، لو تكمل الخطوة لو ترجع الظل هالشكل المليون مالتك اللي هالآن مناصرين اسمعها مني سوف يتراجع ويصبحوا 50,000. من للناس استاذ نجم، وانت تعرف طبيعة البشر شنو قاعد نايم هناك، شنو شغل عمل. وبالتالي هذه الخطوة يجب أن تحسم بهذا الاتجاه، ويجب أن ينسق مع حلفائه.